بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا موسى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا اليوم وصلنا إلى الرحلة رقم 96، وصلت اليوم وين؟ مدينة ملاير. تبعد مدينة ملاير عن السيدة معصومة 2:30 فقط. تشوفون هاي، احنا الآن في عز نهاية الصيف، ما زالت الورود مفتحة. الأجواء طبعا في مدينة ملاير حارة، صح لو لا؟ أجواء حارة؟ نعم. طبعا احنا رحلة 96، لأنه كل الرحلة هي نساء، الأغلبية من الرحلة هي نساء، والأكثرية كلها من النساء، فما راح نستطيع أن نصور العوائل، راح يبقى فقط راح نخلي المساحة يعني يتكلمون فقط صوت. الأجواء حارة، وهاي هي مدينة ملاير، تبعد 2:30. هي محطة استراحة، تواليتات وصلاة، لكن الآن صلاة ما صارت، انتظرونا الجديد مع التعهد.